الفيديو اليوم باش يكون على التلميذ التونسي كي يجي يقرا لك كل شيء. ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. لازمش ننكروا اللي التلميذ التونسي اعجوبه سورتو كي تجبد له على القرايه وخلي عاد كي يبدا عنده دوبار باش يرجع له بيان سور باش يبدا هاك باش قراو هذا الكل لوين وقت زعما ما بغيتش نجيب سندويتش 5 minutes late زعما وقتها مشيت نحكي مع البنات ماتش ليت ولا ليلي زعما وقتها هبطت نشوف الريجيستر ماتش بكري ولا بغيت نقرا في حد شيء تقرا الكور مرة ولا اثنين وتمشي ترقد وانت عندك امل كبير اللي انت باش تمشي في طريق للدفار توا نجيو للحفاظه وانا متاكده اللي برشا فينا وانا واحده منكم نكرهوا حاجه اسمها حفاظه وهي الغلطه مش منا احنا الغلطه من اللي فرز التاريخ والجغرافيا والمدنيه نقراوهم ومن الابتدائي زادا معناها باش يبداو يمرجوا فيك من الابتدائي من السنكام عني وانت احفظ تاريخ احفظ جغرافيا احفظ مدنيه وصدمه وين اللي انت كي باش تمشي للكوليج في بالك اللي هذا الكل باش ينقص شويه كمان اما انت لا باش تلقى ابار الخدمه اللي عندك فرنسي انجلي مات فيزيك وش تلقى زادة أورا تاريخ دفار مدنية الله أعلم زوز ولا خمسة ولا ستة دروس وعادي عادي كل دفار عليه صاري وين ترى يا ربي عم يبز الفيزيك والله مش تقرب عندي صباحين في الزنح باهي شو لهنا كيفاش كان قلبك انه مش ترجع ترقد وعادي معناها وتمشي تهلك الدفار وكان حسيت بتأنيب الضمير شويه مش تسمع القول لازمك تقوم تحفظ هذا مستقبل طب ليه لحظه مستقبلي باش يحبس على دفار تاريخ ولا مدنيه وبرني لكتو ولا لا حق مستقبلي هذا انا متاكده اني هذه صارت لنا الكل بريس الو وي والله مسيت ما بديتش نراجع وين كي بديت انتي زاده لي والله طب بيه 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 باش تحسي بفرحة كبيرة وخاطر انتي وصاحبك تشجعوا بعثكم على البخ شنو البخ توا باش نحكيو على الاولياء حتى كي باش تبدا في السكندير وتصيف شوية بخل لازم الأولياء يدخلوا هما في بالهم اللي هما يشجعوا فيك باش انت تقوم تقرا في وقت اللي جملة هما بالعكس تيحولك في المورال باش يفكروك في النت الخايبة في الانذار في الطارد في قرنوك حتى بعبيد سبحان الله هم يحبوا القراية معناها أما لي أفر فضل كابل حق هما ربي فضلهم لنا ويحبونا احنا ننجح في بالنا ويحبونا نكمل في قرايتنا وان شاء الله ربي يفضل لنا أوليائنا الكل ليه صارت لكم زادة هذي اليوم مش نقرأ على روحي تليفون برا امشي اقرا نافك من بكري راك شاده التليفون ما كبيره به ما صاشه من فيديونا اليوم ما تنساوش تابعوني على انستغرام وتعملوا سبسكرايب باش عائلتنا تكبر على اليوتيوب واللي ما يعرفنيش في اول فيديو يشوفه على القناه بتاعي عندي ثلاث فيديوهات خدمتهم قبل تنجم تشوفهم وانا تسليم نخدم فيديوهات متنوعه في يوتيوب باي